المرجعيات اللي انت بتنقل منها في المنهج ينبغي ان تكون من المرجعيات المعتمده. مرجعيات معتمده. جيب كتاب التاريخ صفحه 67. كتاب التاريخ الصفحه 67 اخر صفحه. اخر صفحه ناقل كلام عن جون جيرن. ناقل عن جون جيرن الوحيد الوحيد اللي لاقين له كلام في الكتاب من اوله الى اخره، كلام نص نص باعتباره مرجع لنا، بل مش مرجع، هو تعريف وتحديد للهويه السودانيه. يعني انت لو سالوك من انت كسوداني، من انت؟ المرجعيه بتاعتك كلام جون جيرن. قال الزعيم الراحل جون جيرن: السودان فيه عرب وغير عرب، لذلك العروبة لا يمكن أن توحدنا. فيه مسلمين وغير مسلمين، لذلك الإسلام لا يمكن أن يوحدنا. مكتوبة كده. فيه أفارقة وغير أفارقة، لذلك الأفريقانية لا يمكن أن توحدنا. فيه مسيحيين وغير مسيحيين، لذلك المسيحية لا يمكن أن توحدنا. لكن كلنا سودانيين. مكتوبة كده. السودانوية ممكن أن توحدنا. أولا الكلام ده ما عنده مرجع معتمد مأخوذ منه، كلام مأخوذ من اليوتيوب، واليوتيوب جون جيرن قاله بالإنجليزي وأنا سمعته، ما قاله بالعربي، مترجم إلى العربية. كويس. وجون جيرن وكيد قاله والآن، وكيد قال الكلام ده والآن، لا يمكن يكون هو مرجعية تحدد للسودانيين من هم، ما ممكن، لأنه وقت قال الكلام ده كان عدو لنا، كان عدو للسودان، محارب ومتمرد. ما ممكن هويتي أنا كسوداني يحدد لي المتمرد المحارب لي. بيجي يا أخوان الكلام ده منطقي؟ ما ممكن. ثم ثانيا، الآن جون جيرن هو ودولته دولة منفصلة ما عندها علاقة مع السودان، ولا يمثل فرد سوداني، فضلا عن انه هو نصراني اصلا ما مسلم. فكيف يحدد لنا انسان من خارجنا، من خارجنا، من بلد غير بلدنا، يحدد لنا من نحن؟ هل عجز السودانيون كلهم انه يعرفوا من نحن؟ لما يجي يعرف لنا جون جيرن، يجي يعرفنا نحن جون جيرن؟ هل ده منهج يا اخواننا محترم؟ ده منهج يمثل السودانيين؟ طيب،